الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين بجدول أعمال حافل قدم عروضا متنوعة تخص القضايا الراهنة للمنظومة التربوية أمام وزراء القطاعات ذات الصلة، كما قدمت حصيلة أشغال اللجان الدائمة للمجلس. تأتي الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار التفكير الجماعي بين المسؤولين على المنظومة، مسؤولين الحكوميين على المنظومة وعمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. فبعد سنتين من أول اجتماع للجمعية العامة كانت العروض ديال الوزراء، وزير التربية الوطنية، وزير التعليم العالي، وزير الأوقاف، وزارة المكلفة بالتكوين المهني والشغل. الدورة عرفت توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. الاتفاقية اللي تمت المصادقة عليها اليوم بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عندها أهمية استراتيجية بالنسبة للمكتب، بحيث أنها سوف تمكننا ليس فقط من المساهمة بأكثر فعالية في عمل المجلس وبالتالي في إصلاح ورفع من جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بل وستتيح لنا كذلك الفرصة من أجل الاطلاع وولوج تراث لامادي قيم من خلال شتى الأبحاث العلمية والتربوية اللي تم إنجازها واللي كيسهر المجلس الأعلى على إنجازها. الدورة الرابعة للمجلس تروم ضمان الإسهام الجماعي في تقاسم ثمار اشتغال اللجان الدائمة من خلال مناقشة وضعية تقدم أشغالها والنتائج المرحلية لعملها واقتراحاتها قصد تملكها وتعميقها وإغنائها بشكل بناء.